آدم بيطين محجوب جمال سالم لأمير كمال بيطين محجوب ياسر قصاري مراوغ غير مجدي في هذا المكان مراوغ غير مجدي في ياسر قصاري هذا المكان فرقة تاون شيب تلعب لفريق تاون شيب وحارب غرور خلص من سكت تعود من قصاري لأحمد حامد الفيش الله أظهر في الغرور تحضير في اليسار لكن بعيدة جدا عن أحمد آدم مرت إلى تماس لتاون شيب أيبنسون تاون شيب عام 1961 هذا النادي اسم ليفنتي تايجر قبل ان يتحول اسمه لتاون شيب في عام 65 يعني تاريخه حديث مريخ منذ 27 وقبل ذلك كان التاسيس فرق كبير جدا في التاريخ هذا هو نيكولا كافازوفيتش الذي ينجح في تكتيكه حتى الان أمام فريق المريخ في هذا اللقاء وهنا يسعى الركنية يستعد الحارس جمال سالم عكسية كاريا من سيغولابي فوي خطيرة رأسية تمر فوق مرمى الحارس جمال سالم رأسية مخطوفة خطيرة جدا لاحظوا ارتقاء اللاعب ورأسية من رقم 4 المدافع موشا قاولاي مرت فوق مرمى الحارس جمال سالم يلعب جمال سالم كرة لصالح فريق المريخ جمال سالم يلعب كرة في الأمام تحول النعسان حاضر لعاطف خالد خاطئ من النعسان مقطوعة تمر لأحمد آدم بيأتي محجوب يلعب ياسر القصاري عودة لأمير كمال أمير كمال وسط الملعب للتكت أنتج يعقوب إلى ياسر القصاري إلى أمير كمال أمير كمال يلعب في الامام كرة نحو اللاعب التكت استلعب بمهارة حارس مرور يحافظ على الكرة التكت ما زال يحافظ على الكرة حافظ الكرة تمر لمن للقائد ياسر القصاري يحاول تخليص كرة كده مقطوعة لفريق تاون شيب من ليمبوني ليمبوني يلعب في الامام كرة لفريق تاون شيب تحضير في مكان خطير انفراد نحو الحارس جمال سالم عكسية والحارس جمال سالم اوه الكرة خطيرة ما زالت كاد ان يسجل في مرمى احمد ادم ولكن العارضة تمنع هدف لتاون شيب والحظ هنا يكون مع المريخ في الكرة السابقة تمر كرة للمريخ خالد النعسان قد يكون فيها اشارة لان المريخ سيعود هذه كرة إعادة من العارضة هنا تمر على اليسار تقدم لمن؟ للاعب المنطلق احمد حامد التيش يحاول المرور ماذا قال حكم اللقاء؟ حكم اللقاء لم يحتسب شيء تحول لفريق تاون شيب لفريق المريخ مع التكت مرت تاون شيب الكرة توصل في اتجاه ليمبوني يلعب ليمبوني الى اللاعب ادوين اماميه انطلاقه خلص ظفر الى خارج الملعب للتماس يعني المريخ في لقاء الذهاب في الملعب الوطني بوتسوانا فرط كثيرا في لقاء السابق كره كان فيها اعتراض واضح جدا من اللاعب رقم 11 لكن حكم اللقاء تغاضى عن ذلك عموما تبديل ياسر قصاري يغادر الملعب رقم 3 ينزل في مكانه محمد الرشيد محمد الرشيد تعديل الثاني لمحمد عبد الله بازا بعد ان دفع في اول تعديل بخروج عاطف خالد دفع مكانه بلاعب هنا ليمبوني واللاعب دادي محجوب الان يغادر الملعب ياسر القصاري ينزل في مكانه النجم القادم يرتدي الملعب للمشاركه محمد الرشيد كرة عكسية لفريق تاون شيب عند الحارس جمال سالم المريخ لقاء الذهاب فرط صراحة بخسارة ثلاثية كانت ثقيلة جدا ولكن المريخ قد يكون تأثر معه ببعض الغيابات لكن يعني ليس بالفريق الذي يفوز على المريخ 3 أهداف في بوتسوانا وبالتالي يبحث هنا عن عودة كانت صعبة منذ البداية هنا كرة تمر لأمير كمال لجمال سالم يكمل أمير كمال يلعب وسط الملعب وهنا الكرة مقطوعة من ليمبوني تصل أيضا لجمال سالم هذا هو ياسر الطيب لقب ياسر القصاري تلعب كرة في الأمام تمر النعسان خلص من أمام المدافع رقم 8 تيبو موساكي
الى خارج ارضية الملعب. تماس ملعوب لاحمد حامد التش. يعود التش يلعب كرة في اتجاه لاعب ضياء الدين محجوب لتاج يعقوب. لضياء الدين محجوب مرة ثانية. ضياء الدين العودة لظفر. احمد ظفر لاحمد ادم بيبو. ظفر التكت محمد الرشيد. كرة بينية من رشيد تصفية من التكت مرت لفوفانا كي مقطوع ايضا. تعود لامير كمال. يلعب امير محمد الرشيد تقدم موجود تصيبة قوية لكن تعود من حالة الصد. كرة مرت لخالد النعسان. النعسان يقتل كرة يرسل عكسين نعسان رأسية من التكت والحارس يستلم الكرة الملعوبة بالرأس من محمد هاشم التكت عكسية خالد النعسان ونتابع التكت بالرأس ولكن يستلم حارس الأربعة كواسيلي كوسيلي الكرة الرأسية الأخيرة. كرة تمر في نصف الملعب. مريخ الموسم السابق الدوري السوداني 34 مباراة فاز 23 لقاء تعادل 7 لقاءات خسر 4 مباريات لما خسر مباراتين في الدوري البوتسواني فريق تاون شيب وتعادل 9 مرات. سجل هجوم تاون شيب في الدوري الموسم السابق 59 هدف في 30 مباراة بمعدل 1.97 أي ما يقارب الهدفين في كل مباراة. وسجل المريخ 64 هدف في الدوري السوداني الممتاز العام الماضي ب 34 مباراة بمعدل 1.88. كرة مع اللاعب محمد الرشيد على اليمين للاعب التاج يعقوب. اعتقد المريخ من النجوم الكبار اكيد طبعا وهم اللاعبين اقل خبرة محمد عبد الرحمن عبد بكر المدينة عن محمد الرشيد عن اسماء عديدة غائبة عن هذه المواجهات. بنذكر عن 8 لاعبين. هنا كرة تمر انطلاقة موجودة على الجهة اليسرى تقدم للفريق البوتسواني تاون شيب. كرة من اللاعب كاسيل موشو سيكيل مقطوعة تعود لإمبوني يلعب لإمبوني كرة مخلصة وفيها صافر مخالفة لصالح فريق تاون شيب ولمصلحة اللاعب لإمبوني. هذا هو لإمبوني مخالفة يصير بحكم اللقاء. الفريق البوتسواني تاون شيب شارك في أبطال أفريقيا 3 مشاركات المسمى الجديد 2011 2015 2017 وحاليا المشاركة الرابعة له في دوري أبطال أفريقيا. كرة تنفذ حاليا ملعوبة تعود لحارس الصد عكسية سهل عند جمال سالم. جمال سالم يلعب كرة في الأمام استلام من فوفانا تحضير النعسان. كرة تمر لأحمد حامد التش مخالفة مع بطاقة صفراء. مخالفة مع بطاقة صفراء للاعب